شكرا على اختيار مزيكا صيف ساعه نرجع فيها على اخر الاخبار الرياضيه والمستجدات في تونس وخارج تونس. 24 ساعه في 30 دقيقه برشا كلام يخص راضي جعايدي منذ تقريبا اسبوع او اكثر شويه في خصوص الشكوى اللي تقدم بها ضد الترجي التونسي لدى الاتحاد الدولي لكره القدم. بعد شويه ضيفنا راضي جعايدي لتوضيح هذه النقطه والحديث في عده نقاط اخرى اثيرت من هذا الطرف ومن طرف اخر في خصوص الباساج اللي كان مع الترجي الرياضي التونسي. تحدثوا زاد على جديد النادي الصفاقسي وتقريبا بنسبة كبيرة خلينا نقول رسمي مع تأجيل التنفيذ حسام البدري هو المدرب الجديد للنادي الصفاقسي. كيف كيف الاتحاد المنستيري يحتفل بالمئوية متاعه وسط حملة من التشكيك في خصوص تاريخ تأسيس هذا النادي العريق. ناس تقول عام 42 ناس تقول عام 23. على كل اتحاد منستيري يتلقى التهاني من مختلف الأندية وسط كما قلت حملة من التشكيك في خصوص تاريخ تأسيسه تحديدا. هذا الكل وأكثر نتحدث فيه اليوم مع الناقد الرياضي القدير نجم الإذاعة وتالو زريثة أبو راوي. أهلا وسهلا. مرحبا أخويا حيدر ومرحبا بجميع مستمعين موزيكا. رحب بصالح في الإخراج, تاها في الإخراج الرقمي, وائل في الستاندار ليكيب حاضرة. الكل توت سويت يبدأ ريكاب سبور. ريكاب سبور حيدر الشرني. ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. مدرب سابق للترجي الرياضي التونسي ولا مدرب المساعد حاليا في نادي سيركل بروج. برشا كلام قيل في شأنه في المدة الأخيرة وخاصة النقطة اللي أثارت برشا كلام الشكوى اللي تقدم بها ضد الترجي الرياضي التونسي والمبلغ اللي تم إثارته 50,000 دولار أورو. هذا مع تفاصيل وأحكايات أخرى تخص مرور راضي جعايدي بالترجي الرياضي التونسي. راضي موجود معنا بالتليفون. أهلا وسهلا كوتش. سلام حيدر, شنحوين أهلا بيك خويا وتحية للمستمعين. أهلا وسهلا راضي, شكرا على قبول الدعوة. خليني نمشي لأهم نقطة يمكن لأنه تقال برشا كلام على تصرفات على حياة يومية في نادي كما الترجي الرياضي التونسي على اختيارات على ديسكور معين, لكن ممكن من أهم النقاط اللي تم إثارتها الشكوى اللي تقدم بها راضي جعايدي ضد الترجي الرياضي التونسي. حتى التو مازلنا ما نعرفوش شنية وراء الشكوى هذه, شنو حقيقتها. أنت تقدمت أصلا ولا فما طرف ثالث في الموضوع, ماذا بينا نفهم القصة أكثر ونبدأ بهذه النقطة. تفضل. عايشك حيدر, متشكر على الفرصة هذه. الحقيقة أنا ما حبيتش نحكي وما حكيتش جملة بعد خروجي من الترجي التونسي, ولكن يعني جبروني باش نخرج نحكي. قبل ما نحكي على الفيفا يعني لازم نوضح حاجات للناس الكل, خاطر نقرأ ونسمع مع برشا حديث والحقيقة عيب الشيء معناتها اللي صار وشيء يؤسف إلى أقصى درجة. معناتها أنا مشكلتي مع الترجي ما هيش فلوس, وعمرها ما تكون فلوس وعمرها ما تكون يعني تابع الفلوس. الحمد لله يا ربي معناتها على صحة الأبدان والحاجة, خدمت وتعبت وربي رزقني وعايش مستور. صحيح يعني مدرب محترف اخترت الخدمة هذه مع تمغروم بها, وخاصة توكل فيها وتوكل في أولادي. أما ذي يعني للناس اللي تسمع فيها وخاصة جمهور الترجي, أنا ما عندي ما حسبتش على الاسبيرانس, ما عمري ما حسبت على الاسبيرانس, ما عمري ما شديت على الاسبيرانس حتى شيء. وأنا لاعب وحتى وأنا مدرب ما عمري عملت مشكلة على الفلوس ووصل العباد اللي خدمت معه. يعني أولهم رئيس القديم سليم شيبوب, مش اليوم باش نفسد علاقتي مع الترجي التونسي وعلى خاطر فلوس. لذا الناس اللي قاعدة يعني تحكي وتتلغمش سمحني في الكلمة أو شكيت على خاطر اللي زرو وهاو جيب في الحكايات من حيد, أنا حسب الله ونعم الوكيل. علاقتي بالترجي ما تنجيك يعني تريز امبورطون الكلام اللي قاعد ندخل فيها, على خاطر ما خرجتش ما حكيتش, وذي اول مره نخرج فيها واخر مره ان شاء الله ما عادش حد نحكي فيه السوجي. يعني ما عنديش مشكله مع الترجي كجمعيه والترجي, لكن عندي مشكله مع بعض الاطراف اللي هي ممكن متخبيه بالجمعيه. عمري ما ننكر جميل الترجي التونسي اللي وصلتني للعالميه حاجه. ما نحكيوا لهنا على نوتريش ولا نحكيوا على
على روسيا مع على سويسرا بكل احتراماتي. وعلاش اخترت الأوتريش بالذات؟ علاش اخترت النمسا بالذات؟ خلينا نكمل لك. جيت للفرنسا عمري 17 سنة. اوكي لعبت وعشرت اللاعبيه رجال هاوس البراوي بحذاك ويعرف شو معناتها للفرنسا القديمه اللاعبيه رجال مش معناتها تاو راهم فما رجال راهو معناتها رد بالك لان موجوده الاسبيرونس ديما برجال اما فما لاعبيه رجال وما ادراك ما رجال لعبت معاهم هاوس البراوي تم فكر وزاد في شكري الواعر فيامات وفي علي بن ناجي المحجوبي بوسنينه منذر بواب خالد بدره البربيش هذوما كلهم راني عاشرتهم ولعبت معاهم طارق ثابت الله يرحمه برخيصة يعني تعلمت منهم الرجلة أخوي الرجلة والإكزيجانس والخدمة وتعلمت على مدرسة كبيرة اسمها مدرسة الرجل التونسي مع احتراماتي لجماعة الأخرين وما عمري ما طيحت خضر المدرسة الترجي لا من بعيد لا من خريج طمع بيت قاعدة تنسب فرواحة للجمعية لعبوا ماتشوين دوز ماتشوين لعب فهمني حيدر الفلوس حب تقولي على الفلوس على شنو تحكي معنا بها فلوس لعبت في الاسبيرانس 350 دينار حي الفلوس ما تمنيش اللي يهمني اول حاجة اللي تعلمتها انا وقبل ما نطلع نوبلتات اللي قريوا فيها غاديك تعلمت البرانسيب ما تكسر ليش البرانسيب وخاصة عن اخوي الكونترات لازم بيه فهمتني ما عندي كما قلت لك يعني عندي مشكلة مع اطراف ما ايش الجمعية كانت رجل التونس يعني أطراف قاعدة متخبية ولا ترجتونسي حمد المدر يعني عشرة سي حمدي مليانة ملاعبي وقعدت معناتها في كونتاكت معاه بكل احترام حتى معناتها كرجع في الاسبيرونس أعطاني فرصتي كرئيس يعني ذي فرصة كما نقوله نحن حلم كل لاعب قديم به رافي هاو جايك لتفاصيل اي جايك لتفاصيل هذيك في الجيت والبروجي سبورتيف وحتى تبعني شويه برك راه خليني نفضفض قالت الفرصه لعبات قعدت الفرصه قاعدين في بلاتوات قاعدين لبرا يحكيوا وانا ساكت ما تكلمتش الحقيقه معناتها نحكي معك وانا يعرفوني العباد راني دوب روح ما نتكلمش ياسر اوكي اما اخويا شفت شيء معناتها كبير سي حمدي حب يعاونني في الاسبيرونس وقت جابني وحكينا برشا معناتها على برشا على البروجي سورتو اما اخويا ولاد الحلال ما حبوش لا عندي اخويا لا ماكينه ورايا لا عندي باجات فيسبوك ودوب روحي هاكا نجيك لحكايه الفيفا حاب تسمع انت حكايه الفيفا الجماهير تحب تفهم هي شنو اللي صار بالضبط انا لازم بسير لازم العباد لازم تفهم شنو اللي صار بالضبط خاطر كما قلت لكم عارف نحب نخرج نحكي في الحكايه هذه واخر مره وما عادش نرجعوا انا خرجت من الاسبيرونس عندي 10 اشهر انت اوكي لا خرجت لحكي ولا تكلم ولا معناتها وقلت معناتها وفعل مفتوح اوكي مع الترجي تقعد جمعيتي وخاصه تم كويزين التالي تقعد ما بينات اما بالنسبه لي انا مهما يكون سبب خروجي من الاسبيرون اللي عندي برشا ما نحكي فيه اما تحملت مسؤوليه كامله وما جبت حتى حد هل معقول انه الناس ما عادش تهز عليك تليفون جمله هل معقول انه نطلب في مستحقاتي ونبعث في مساجات ونبعث في معناتها ديليت ريكوموندي وحتى مسؤول ما جاوبني ولا جاوب محامي ويزيدك اكثر من هذايا حيدر هل معقول انه معناتها دي 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 ديتاي معناتها كونفيدونسييل قاعدين يخرجوا مفبركين باش يشوفوا معناتها ما لقيتش حتى معناتها العباد قاعده تشوف في صورتي سورتو هي ما ردتش قيم معناتها انا ما عندي حتى شيء اخر افار معناتها الايماج نتاعي اللي قاعد بدني فيها العوام الاخراني معناتها يلعبوا لي بخبز يا اخي سامحني معناتها راني جعادي اول واحد شكات بالاسبيرونس فما جوارات شكات بالاسبيرونس كل يوم فهمت لا يخرج جوار شاكي بالاسبيرونس فما مدربين شكاو بالاسبيرونس وحبوا ياخذوا فلوس
لأن ما تفهم كان حاجة بركة. أنا تفهم إن المشكلة ما هيش مشكلة رئيس عادي، نحكيه على مشكلة بالأساس مشكلة إدارية. ولأن نخليك أنت معناتها تخاف كي تحب، تقول كومبيتونس أدمينستراتيف، تحب تقول ماكينة، تحب تقول ماتي اللي تحب أنت. لا هو راضي خليني فقط نتفاعل معك في هذا، راضي. اليوم حتى حد ما ينجم يجي يلوم على انسان طلب حقه، انك تطلب حقك هذا حقك، وساعات حتى نمشي معك اكثر انه الانسان يسكت على حقه ما يش حاجه به. لكن اليوم انت كنت تتكلم انك ولد لسبيرونس، وانك برودوي نتاع لسبيرونس، وانك تعلمت من لسبيرونس، وهي اللي وصلتك العالميه. الناس والجماهير يقول لك انت ولد الترجي، ممكن راك تريثت اكثر، ممكن راك اعطيتهم وقت اكثر، تو تقول لي 10 شهور ما فماش اجابه. يعني الحقيقه سيتوياسيون خليني نقول كريتيك للي طالب حق، وزاد الاسبيرانس اللي ولدها شكابها، وزاد ولدها اللي يحب على فلوس وحتى حد ما قاعد يجاوب فيه. هذا المشكل. كلامك معقول حايدر، كلامك معقول، سامحني حايدر. اما خويا علاش انا اكثر حاجه طلقت لي كما قلت لك البرنسيب، علاش شحور الحقره، علاش تكبر رايي خاطرني ولد جمعيه، وعلى خاطر جيت نخدم دوبي دوب روحي، ما خدمتش مخي كما عملوا برشا. شبيه مش نعطيك انا ديتاي حايدر. شبيه كيف شكيت سيرك البروج عمناول للفيفا، ونحكي لك لهنا مش على المجيد راه نحكي بعد 6 أشهر خلصت من جيبي باش نسكر الدوسي نتاع سيرك البروج اللي شاكي للفيفا وعامله بروسيدو وما خرجتش الحكايه، وعملوا عليها قعد ما عملوش عليها قعد. انا خويا استنيت 8 أشهر اوكي، 8 أشهر هذوما عديت فيهم الويندو ترانسفير، معناتها نحكيو على الـ البريود نتاع ريكروتمون الاولانيه نتاع الصيف والبريود الثانيه نتاع الشتاء، باش كلمت باش المحامي خذا معناتها القضيه. ونعاود نقول مشكلتي ماهيش مشكله فلوس، ولكن المشكله نتاعي هي البرنسيب والاحترام العقد الموجود بالنسبه لي انا. هذه هي واضح. لا جبت اخويا لعاد المنفذ للبارك عملت فضيحه، ولا خرجت نحكي في البلاتوات بعض الكل انا غلط. حتى الناس تفهم معناها سيرك البروج. وقت اللي انتقلت انت من سيرك البروج للترجي كان فما فلوس لازم تدفع، انت كان المفروض انه ترجي تدفع، انت دفعت من جيبك على اساس من بعد الاسبيرانس ترجع لك فلوس. هذه هي الحكايه. ترجع ما ترجعش، انا اخويا عندي ليماج نتاع الجمعيه في المومو هذاك، ليماج نتاع الجمعيه هي كل شيء. ما يمنيش معناتها كيما قلت لك راني في الادمينستراسيون في اطراف قاعده خويا ما نعرفش فاش قاعدين يعملوا، اما بالنسبه لي في المومو هذاك الدوسي في الفيفا والاكيب من غاديكا فهمت ولا معناتها ما همش فرحانين، وخلصت من جيبي. اعتقد انه واضح الموضوع هذا، واضح تفاصيله شنية بالضبط. بزاد نجيك راضي على كلام اخر تقال في تقييم خدمتك، الباساج نتاعك مع ترجي رياضي تونسي، ديسكورك مع الملاعبيه فقط بوبليستي. وراجعين مواصلين ريكاب سبور، ضيفنا اليوم راضي جعيدي. مواصلين ريكاب سبور، ضيفنا مدرب السابق للترجي تونسي راضي جعيدي، المدرب المساعد حاليا في نادي سيرك البروج البلجيكي. تحدثنا على موضوع الشكوى الفيفا، اعتقد انه واضحه التفاصيل. راضي برشا كلام تقال. انت قلت النمسا بكري ميسالش، خلينا نتحدثوا يمكن على الاقل. خليني انا نقول انت تقصد في مجدي تراوي، مجدي تراوي اللي تحدث على برشا تفاصيل، منها مثلا انك قللت من 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 قيمه الخدمه نتاع ستاف اللي كان قبلك وعين شعباني وستاف نتاعو، انه قل جمل يمكن في 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 اطار يمكن تحفيزك للملاعبيه، ولا في اطار فرض سياسه جديده في المعاملات مع الملاعبيه، ذميت نوعا ما عمل الاطار الفني اللي سبقك. ما نعرفش هذا صار ولا ما صار الجمله، وهل مثلا شنو تعليقك على هذا تحديدا راضي؟ شوف حايدر، انا راني اليوم خرجت باش نحكي بالحق مع خاصه الجمهور الكبير نتاع الاسبيرونس والرجال معناتها الكبار، وخاصه العاقله، ولهنا معناتها نحكي على كوز معروف يعرفوه معناتها المكشخين، يعرفوه الرجال نتاع المكشخه، انه عندنا كوزين انترن ما تخرجش ما نطيحش النيفو، ونحكي ولا نجاوب على سخافات كيما هذيا تو نمبورت شكون اللي قالها، راه ما عنديش مشكله مع حتى حد. انا يعرفوني العباد اللي خدمت معايا،
السؤال هذا يوجهه للعباد اللي خدمت معايا واللي قاعدين معانا في البيت ولا في الصالة نتاع غينيون اللي عملنا فيها لا غينيون ما بين اربع حيوت معناتها وستيت اون غينيون معناتها اجتماع خاص يعملوا اي مدرب على ما يدخل الجمعيه باش يشوف شنو معناتها المشاكل اذا ثم مشاكل ويعني باش نجموا نقدموا القدام كما نقولوا نحن تاسك فورس باش نجموا نقدموا القدام ونفهموا الفتره هذيك. انا طلبوني ستاف نتاع عمان قالوا لي راضي انكرويابل قالوا راضي انكرويابل معناتها تكلم على روحك راهو العباد ولا تفبرك جمله ما عمري ما نقول على معناتها خاصه المعين الشعباني راهو شوف معناتها بيني وبين روح بيني وبينكم المعين الشعباني راهو عباره على اخويا راني تربيت معاه في الدرجه التونسي وقت كنا نسمى في حال خضراء انا كنت نسفيه معايا في الكهرباء ونبدا نحكي معاه كان مازال ديفونسور جون وقوشي في الاسبيرونس معين شعباني معناتها اللي حبينا مع البريزيدون نعملوا باساسيون ما نعرفش ما حبش يعمل باساسيون مع على ما جيت الاسبيرونس ما نعرفش علاش اما ما نحبش معناتها تو انا ندخل هذا في هذا معناتها علاقتي مع معين شعباني تسودها الاحترام علاقتي مع معين شعباني اعطيته حتى كرامتي وقتك خرجت من الاسبيرونس معناتها الجول في جري كان كي تفكر ايش هو تو دونك من هنا لهنا نحكيو على عبيد قاعده وقاعده تحب تفسد يعني ليماج نتاع الرجعادي قاعدين يخرجوا معناتها في المدينه نتاع اللي هي غلطه مفبركه. لا سول شوز اللي قلتها انا في الاجتماع هذاك والاجتماع هذاك كيما قلت لك راهو معناتها الهدف من الاجتماع هذاك هو تسمع اللاعبين والاطار اللي معاهم مش انا باش نتكلم معناتها انا قلت كلمتين برك. لا سول شوز اللي جبتها وزاد اتيتر انديفيديوال انا وصبري اللي هو بريباراتور فيزيك اللي هو البروبليم فيزيك خاطر انا تبعت شويه الترجي كما اي انكشف كما اي والجمعيه تبع الترجي في الجيمي فينال نتاع الاهلي وشفت معناتها في الديزاميتون شويه الولاد تعبوا فيزيكمون الديريكت على الفيزيك البروبوني اللي خدمنا عليه معناتها البروبليم هذاك وصلحناه وشفتوا معناتها الاسبيرونس او موا فيزيكمون عاملاول شد روح. دونك لهنا باش تحكي لي على حاجات نتاع الدناء حاجات نتاع معناتها مش في النيفو نتاعنا نحن وسورتو انا ما عمري ما نحكي حاجه على معين شعباني هذاك زميلي وذاك معناتها خويا اللي هو في حي خضرة واكثر من هذاك اللي عملوا معين شعباني في الترجي التونسي ما نجمش نشكر حتى حد بما فيهم انا. صحيح صحيح كتب التاريخ معين وستاف نتاعو كتبوا تاريخ الحقيقه هذا هو رضا عندك دخلت علي راديو رضا براوي تحب تقول حاجه ديما وحده نمسي عليك خويا راضي ساعه مرحبا بك كل شيء فما حاجه راضي انت المشكله الكبيره هي معناتها انت شاكي بالترجي الرياضي ب 180 مليون بمعنى وانك انت على ما نسمع ممكن انا غلط صلحني اذا غلط يعني انت تتصور عملوا له كونترا 90 مليون في الشهر بمعنى انت قبضت 10 شهور من الترجي الرياضي 900 مليون قعدت انت تحب 180 مليون تاع شهرين اللي هذا انا سمعت فيه بقى الحاجه اللي ماهيش معناتها انا تو نكلم فيك كسيبورتير كمكشخ مانيش نخدم لا في موزايك ولا اني مع حيدر لا شيء الحاجه وقت اللي ما سمعناش احنا وانه راضي الجعايد يشكى بالترجي سمعنا وانه الترجي الرياضي صارت لها انترديكسيون دو ريكروتمون سببه شكوى من راضي الجعايدي قلت انت نطلب في 6 اشهر وانا نتصل وما يجاوبونيش البارك راهي دارك والاخ حمد المد براهو لا سامحني سي براهو مش 6 اشهر مش 6 اشهر نحكيو على توا 10 اشهر ما يسالش ملي هو وبديت البروسيدور كان في 8 اشهر معناتها عديت 2 كما قلت لك عديت زوز بيريود نتاع ريكروتمون ولا وقتاش خرجت الانترديكسيون ما عادش فما ريكروتمون معناتها في العالم جمله واحده معناتها نحكيو على وفاه الريكروتمون نتاع 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 الشتاء ما تنجم تجي توا كان في الصيف إيه ده ده فهمتك انا نعرف البريود نعرف الاراضي نعرف لكن اسم الترجي الرياضي معناتها بروغرامي المحامي نتاعي يقول لي راضي ايش كي يقولوا لا ما تشكيش على خاطر نعرف الاسبيرونس ونعرف الاسبيرونس تلعب على تشامبيونز ليغ ونعرف الاسبيرونس تلعب على سنام معناتها
هكا صار دعم كما يلزم دونك لازم كلهم خليتهم من كونسيدراسيون. اما الفاسون اللي خرجوا فيها سي بوراوي الفاسون اللي خرجوا فيها راهي ماهيش معقوله. تعرف اللي انت المعلومه كيفاش يفبركوها في تونس وتعرف كيفاش معناتها يحولوها وتعرف كيفاش يحبوا يغطيوا يعني لو بلوز امبورطون الحكايه كانت نجم تتعدى ما غير حتى شوشرة من غير حد. هو هذا هو مش الاول والاخر الحقيقه. انا شوف فما فرق خلينا بالله ما حيدر نتفاعل معك حيدر فما فرق بين انسان لحظه برك فما فرق بين انسان جاء ماهوش ولد الترجي انا نحكي توا وكان جاء انترينر اخر ويشكي يقولوا عندك الحق. المشكله وين اللي السيبورتير انا قلت له كان فيك ما يقبلوهاش. علاش ما يقبلوهاش؟ لانه راضي جايلي راضي على الحليب ريضة. من حقه من لا حقه ومن حقك تعبر وياخذ فلوسه انا ما نتصورش حمدي المدب حمدي المدب يتقابلوا وراضي جايلي ولاش تليفون انت تعرف دار سي حمدي تنجم تمشي له لدار تعمل له تليفون تقول له جاي بعدك في كل الحالات باش تخرج. فما دي زونترينر اولاد جمعيه وما خلصوش وما شكاوش وفما شكاو زاده. قلت لك يشكي واحد اجنبي مش معناتها اجنبي موش ولد الترجي يا اخي نبيل معلول المدرب الحالي للترجي هذيك ما صارش ما صارش انت ديكسيون دو ريكروتمون ما طلب حقه هو حقه. انا قلت له نكلم فيك سيبورتير مانيش نلوم فيك راضي راهو لكن المشكله وين انا كيفاش سمعت انا سيبورتير سمعت وانه قريت وانه لسبيرونس سامحني سي بوراوي حايدر سامحني تفضل قول لي مانيش نلوم فيك يا ودي يا اخي انا شديت لونترونور ولا حاسبوني كيما لي زونترونور الكل حاسبوني كيما لي زونترونور حقك حقك ما قلناش لا حقك كيما ولد جمعيه خليني نكمل البوا نتاعي. حاسبوني كيما لي زونترونور الكل وحاسبوني كيما ما حاسبونيش كيما ولد الجمعيه. انا خويا ما زلت انا باش نحكي راه فما بوكو دوتر ديتاي اما انا نحكيو على دي فالور نحكيو على شي حق اخويا ومانيش نحكي على سي حمدي لان فسرت لكم سي حمدي ديجا تعدى بيريود نحكيو في الاخر بالكل خاصه في اخر العام بعد الكوديمون تعدى يعني بوقت صحيه وبعثت له ميساج وتمنيت له الشفاء العاجل. اما لهنا نحكيو على ادمينستراسيون نحكيو على عباد تخدم علاش الحقر اخويا وعلاش التكبر ونحكيو على 10 اشهر على سي بوراب حتى ولو لونسيان جوار وش بيه وعلاش الجوار الكل وعلاش الجوار دي زونترونور عندهم مش كريان اول واحد مانيش اول واحد وعلاش انا تخرج عليا وتصير عليا معناتها الفوضى هذه حتى ولو الجمعيه اخي اللي شكاو ما همش ولا الجمعيه اللي قبلي هذا هو خلينا نخدموا فقط انه ما عادش عندنا نحكيو على ترانسيب واضح حيدر بس خليني نقدم معاك شويه راضي فقط انه ما عادش عندنا وقت تقريبا مازال عندنا زوز دقائق نخلي لك ميساج كنت حاب جماهير ترجي اللي انت تقول اللي غلطوها خرجوا لها اخبار غلطه فبركوا لها حكايات هذا اللي قلتوه انت بكل تاكيد. ما عرفش شنو تقول جماهير ترجي اللي قاعده تسمع تو بعدات كثيفه قاعده تبع فينا على سبور باي موزايكا فام وعلى موزايكا فام تفضل راضي. شوف انا معناتها دوبي بروحي ما نحبش نحكي ياسر مي اوبليجيز من نخرج نحكي. انا راني من النهار الاولاني كنت مستهدف راي معناتها بوغاتر كلير وربما حاجات ربما حبيت خليتهم من روحي كمدرب نعرف كيفاش نتعامل المره الجايه معناتها في اي اكسبيريونس اخرى في اي معناتها فرصه اخرى ولكن يلزمني نخرج نحكي. انا كنت مستهدف من النهار الاولاني بحمدي وحده طلبني وانا في بلجيكا وطلب مني بشد الاسبيرانس وطلب مني معناتها باش نعملوا البروجي نتاع ترجي توتي اللي هو بازي على بوكو شوز خاصه انا الاكسبيريونس نتاعي في الاوروب معناتها مع لي جون وبازي على لي جون وبازي على الكوتشينغ وبازي على المانجمنت دونك حبينا نستغلوا هذا لو ماكسيموم بوسيبل. صحيح نعرف الترجي التونسي ترجي توتي تاع القاب وكنت من نهار الاولاني معناتها ترونسبارون مع العباد ما طلبتش برشا وقت قلت لهم عامين معناتها في العامين هذوما باش نعملوا استراتيجي ونخدموا على بروجي وما صارش هذا وفما عباد ما عجبتهمش ديجا على باز من الاول الترجي التونسي عاملين زيد دي كومبلو يمسخوا في صورتي. شكون هذوما؟ انا طلبوني صحفيين شكون هذوما؟ من تلقاء ارواحهم. انا حايدر سامحني سامحني حايدر صحفيين من تلقاء ارواحهم ويعرفوني وعندي غولاسيون احترام معاهم قالوا لي راضي قالونا ما تقولوا حتى على راضي بوزيتيف
معناها فما شكون كلم لحظه برك هذه مهم ياسر. فما معناها اعلاميين وصحفيين قالوا لك راهو فما شكون قالنا ما تقولوش كلمه باهيه في راضي هاك. فما عباد داخل وخارج قاعده تنشط معناتها في ظهري هما بيدهم معناتها عاملين كومبلو هما بيدهم الاشخاص هما قاعدين يخرجوا في المعلومات للمفابركه. يعني انت هل يعقل يعني معلومات نحكيو على كونفيدونسياليتي لهنا معناتها معلومات تخرج يفبركوا فيها من الاسبيرانس يضمن سألتو شكون شنو معناتها هو معلومات نتاع كونترا تحكي على دي 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 سالير وتاع كامل يمشي يخرجوا الظلم معناتها لا سول شوز معناتها هي الديريكسيون عندهم المعلومات الظلم لا واللي يزيد يكثر واللي يزيد يقلق بالنسبه لي نحكيو على الاسبيرونس وكما قلت لكم فما كوزينه انتر بس خاصه الظلم ما احترموش الكوزينه انتر يطيحوا في القدر يخرجوا في معلومات معناتها ما تنجم تخرج كان من الاداره خاصه قاعدين يفبركوا فيها ويتلوعبوا هاوكا يلعبوا على حبلين يعرفوا الجمهور كي يبدا فريستري يبدا متقلق يعرفوا الجمهور كيفاش. انا تعاملت معاهم بكل احترافيه ما بغض النظر الاسبيرونس كما قلت لكم بجمعيتي هذيك مجيت الاسبيرونس عمري 17 سنه ونعاود ونقول واضح ما عمري ما شديت شيء على الاسبيرونس واضح طلبت حقي لا اكثر لا اقل. ما فهمتش علاش الماس اللي اخذت الحجم هذا مع انه كانت تنجم تصير كما قلت لك سورتو خاصه البرنسيب كل احترام من غير حقره ومن غير حس ومن غير تخدم مخ واضح. شكرا لك. الحكاية الكل جاية من نفس الأشخاص اللي عندهم مشكلة معايا قاعدين شوف معناتها فما عباد زادة من برا قاعدين يخلطوا ما بين الخدمة والمشاكل الشخصية متاعهم معايا وما نعرفش شنو هي المشاكل الشخصية متاعهم معايا. لا يا أخي سبحان الله يا سي بوراوي سبحان الله معناتها عبد ما تختاروش معاك في الستاف يدور عليك على العباد هذا من حقك تختار الراجل المناسب فما حاجة أخرى زادة وفما 10 ثواني راضي لانه تجاوزنا الوقت برشا وفما صحافه ما تحكيش معاها يتخشش عليك ويدور عليك الجمهور خاطر ما تعملش معاها انترفيو ولا ويوصفوا معناتها التصويره نتاعك ويلعبوا لك بخبزك وخبز اولادك. انا شوف معناتها ورمضان جاي حسبي الله ونعم الوكيل هذا هو رمضان داخل ان شاء الله شوف نتمنى ان شاء الله رمضان يعني مبروك علينا وعلى الناس الكل وان شاء الله ربي يتقبل صيامنا الناس الكل أمره ربي إن شاء الله ياخذ حقه. هذا هو. شكر كبير ليك رضي جعاد يعطيك صحة كنت ضيفنا اليوم في ركاب سبور. هذه رأوا هذه وجه نظر متاعو دافع على موقفه أعطى دي زارجومون الحقيقة ما كانش كلام فضفاض. هذا هو تعاودوا تسمعوا الانترفيو كامل على سيت متاعنا تخذوا بلوفي بوان موزايكا فام بوان نت. للأسف رضا بوراوي اليوم تقريبا المشاركة متاعك كانت ضعيفة ياسر. شكرا.